الو الو، ايوه يا باشمهندس، ايوه يا باشمهندس، انا عندي السقف بتاع الشقه عندي زي الفيديوهات كده بتاعتك بالظبط. حضرتك تشور عليا اعمل ايه؟ لان جبت ناس كتير، مهندسين ومقاولين، ناس تقول لي هدي السقف وناس تقول لي طيب رمميه، فانا مش عارفه. انا بستشير حضرتك طبعا، الفيديوهات موضحه حاجات كتير، انا مش قادره احدد، قلت استشيرك اهده بقى ولا ارممه، ولا انت شايف حضرتك ايه؟ فانت شايف ايه، اهده ولا ارمم؟ اهده ولا ارمم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا عن ترميم المنشآت الخرسانية. اللي أول مرة يشوفنا يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد. حلقتنا النهاردة أسئلة كل يوم بتتعرض عليا. ألو، أيوة يا باشمهندس، نرمم السقف ولا نهده؟ ناس بتسمع كلامي وبعد ما تقفل التليفون معايا تروح تهد السقف، بتبعت لي صور على الواتس تاني توريني ان المشكلة اتكررت بسبب ان الشيء ده اتنفذ غلط. طريقة التنفيذ بتاع الترميم او ازالة السقف علشان تصلحه طريقة دقيقة، ومش اي حد يعملها، ومش اي صنايعي يجي يعمل لك الشغل، ومش اي مهندس، لازم يكون تحت اشراف مهندس متخصص. تعالوا بقى نشوف اجابة السؤال ده. الحلقة دي هنفتح مع بعضينا عشان نقول لكم امتى هد وامتى رمم. ابقوا معنا. اللي اول مرة يشوفنا يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس للكل علشان يوصله كل جديد مننا، واهم حاجة للكل، ويعمل لنا لايك ويعمل لنا شير. نخش على الحلقة، خليكم معايا.